فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوش ثالثة ثانوي، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. هنحل مع بعض نموذج الاسترشاد التفاضل لثالثة ثانوي إن شاء الله. قبل أي حاجة نسمي الله، بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تكامل المسألة دي إيه؟ يا أستاذ ده ما هوش مشتقة اللي فوق، يبقى ده تكامل بالتجزيء. فاكر يا هندسة؟ ده كنا بنكمله، ده بنشتقه. فاحنا هنسمي دي مثلا صاد، ونسمي دي عين، أي حاجة. المهم إن أنا كتبت 2 س زائد 1، وكتبت ه أس 2 س زائد 3. تعال نشتق دي مرة، بقت 2. هنكمل دي نفسها على مشتقة أسها. تعال نشتق دي بصفر، هنكمل دي نفسها على مشتقة أسها. وكنا بنستخدم عمود التكامل، ضرب دول ناقص ضرب دول، يبقى القيمة طلعت 2 س زائد 1 ضرب ربع أو ه أس 2 س زائد 3 على الأربعة على الاتنين، ناقص ضرب دول اللي هما 2 في ه أس 2 س زائد 3 على الأربعة، فدول يتبسطوا يبقى هنا كده 2. أصبح يا أستاذ في مشترك، المشترك اللي هو ده كده مشترك. تعال ناخده يلا ونشوف ايه اللي اتبقى. يلا بينا. خدنا يا باشمهندسين ه أس 2 س زائد 3 على الاتنين مشترك. اتبقى لي يا أستاذ 2 س زائد 1 ناقص 1، الواحد اللي اتبقى من هنا. الواحد ده راح مع ده، فالاتنين هتروح مع الاتنين، يبقى الإجابة س في ه أس 2 س زائد 3 اللي هو الاختيار باقي هندسة. السؤال اللي بعده بيقول تكامل من 1 لل3، تكامل من 3 ل1 مش مظبوطة، يبقى من 1 ل3 ر س ده قيمته بتساوي -7. أنا عاوز ده، قلت له ده معناه 4 من 1 ل3 دالة س زائد من 1 ل3 ر س زائد من 1 ل3 3 دال س. قلت له يا أستاذ دال س كان قيمتها ب5، ال4 في 5 ب20، زائد من 1 ل3 ر س قيمتها -7، بعد كده زائد 3 بقت 3 س وهنعوض فيها من 1 ل3، يبقى 20 ناقص 7 زائد هنا لما نحط 3 يبقى 9 ناقص لما نحط الواحد 3. تعال نجمع 29 ناقص 10، يبقى الإجابة 19 اللي هو الاختيار د. السؤال اللي بعده بيقول هندسة، قلت له أيوة، لو كانت صاد بكذا وعين بكذا تقدر تجيب لنا د ص د عين؟ أنت عارف يا أستاذ رحمة النعمة، لو جالنا الامتحان ده آخر السنة لا نقفله، بس يجي هيجي إن شاء الله. يبقى د ص د ن بتساوي 12 من نون تربيع، ودال عين دال نون دي قيمتها بتساوي 6 من نون، يبقى دال صاد دال عين عمل ايه؟ قسمهم مع بعض يا استاذ. 12 نون تربيع على 6 نون، 12 على 6 فيها الاثنين نون اللي هو الاختيار الف. انذر كويتشن، يا استاذ بيقول لي نهاية س تقترب من المال نهاية، 1 زائد 2 على س، وهنا 3 س. كان يا أستاذ المسألة دي بتساوي نهاية س تقترب من المال نهاية 1 زائد 2 على س أس 3 س، ده عبارة عن ه أس 2 في 3 على الواحد، يعني بتساوي ه أس 6 اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول إذا كان المنحنى ده له نقطة انقلاب، قلت له نقطة الانقلاب يعني المشتقة التانية، يلا بينا نجيب المشتقة الأولى. يلا بينا يا هندسة، 3 ا س تربيع ناقص 6 س، يلا نجيب المشتقة التانية. قلت له يبقى 6 ا س ناقص 6، نقطة انقلاب، يبقى ده شرطتين س تساوي 0 عندما س تكون ب1. ليه؟ عشان نقطة الانقلاب
بنجيبها لما تكون دال شرطتين بصفر، يبقى 6 ألف ناقص 6 قيمتها بتساوي صفر، ومنها ألف قيمتها بتساوي 1. يلا نعمل سبستيتيوتنج في الأول، يعني نعوض في المسألة الأولى. الألف خلاص بواحد، بقى هنا سين تكعيب ناقص 3 سين تربيع زائد بقى. هنعوض بواحد وتلاتة، يبقى تلاتة بيساوي واحد ناقص تلاتة زائد بقى، ومنها الباء قيمتها بتساوي 5. الراجل بيقول ايه بقى؟ تعرف تجيب لنا باء ناقص ألف؟ قلت له أيوة يا أستاذ، 5 ناقص 1 القيمة هنا بتساوي 4، اللي هو الاختيار باء. السؤال اللي بعده بيقول لو كانت ص بتساوي قتا س، تعرف تجيب المشتقة التانية وتعوض عنها بباي 4؟ قلت له مشتقة القتا هي بسالب قتا زطا. هرجع اجيب لحضرتك المشتقة التانية، الاولى سالب قتا س في مشتقة التانية بسالب قتا تربيع س، زائد التانية اللي هي زطا س في مشتقة القتا. مشتقة القتا يا استاذ كان فيه هنا سالب، اللي هو ده مشتقة القتا بسالب، يبقى السالب في سالب بموجب قتا زطا. هنشيل كل حاجة ونحط 45، يبقى هنا يا أستاذ قتا 45 بسالب جذر 2 في سالب جذر 2 أس 2 ب 2، زائد زطا 45 بواحد في جذر 2 في 1، يبقى الناتج هنا 2 من جذر 2 بالموجب زائد جذر 2، كله يطلع بيساوي 3 من جذر 2. السؤال اللي بعده بيقول كرة من الجليد تنصهر بمعدل 36 باي سنتيمتر، فإن معدل تغير طول نص قطرها عندما يكون طول نص القطر 3. قلت له يا أستاذ حجم الكرة ده قيمته بتساوي 4 على 3 باي نقي تكعيب. حافظ القانون، المسألة خلصانة. د حجم د ن بيساوي 4 باي نقي تربيع د نقي د ن. ده الحجم ده النون، الراجل قال ب 36 باي، وهنا 4 باي، في اللحظة اللي هيكون نص القطر 3 يبقى 3 تربيع ب 9، ده النق ده النون. يا أستاذ دول باي راحت مع باي، وال 36 راحت اتبقى 1، ده النق ده النون، ومن هنا لازم نهدى. بيقول لك يا هندسة تنصهر، يعني الحجم ده بيقل، يعني المفروض بالسالب، يبقى القيمة طلعت بالسالب، نص القطر ده يا أستاذ هيقل. خد بالك تكامل ك أس 4 س ظ س. قلت له يا أستاذ بص حضرتك، ك أس 4 أنا هقدر أكتبها هي ق ظ في ق أس 3، فأنا بعتبر إن ده قانون قوس وده مشتقة اللي جواه، يبقى بنزود الأس 1 وبنقسم على الأس الجديد زائد ثابت. يا رب تكون واضحة. حجم الجسم الدوراني الناشئ من دوران المنطقة المحددة بالمنحنى والمستقيم دورة كاملة حول محور الصادات. قلت له يا أستاذ عندما س تساوي 2 ص تساوي 4، حضرتك بتقول إن أنت معاك منحنى. قلت له هو ده المنحنى يا أستاذ، أنت عاوزه يلف دورة كاملة حوالين محور الصادات. طيب يبقى إحنا هنجيب لك إيه؟ هنجيب لك الحجم يا باشمهندس من اول صفر لحد الاربعة، س تربيع د ص. يبقى قانون بتاعي هندسة تكامل من صفر للاربعة ص د ص، طلع بيساوي ص تربيع على الاثنين، يعني نص ص تربيع، وهنعوض من صفر للاربعة اللي هي 16 على الاثنين، فهي 8 وحدة مربعة. السؤال اللي بعده تكامل س جذر س ناقص 4. قلت له سهلة يا أستاذ، بص حضرتك اللي بره مشتقة اللي جوه؟ لا. طب ما أنا حلها بالسنة اللي فاتت، في مشاكل لو نقصت 4 وزودت 4؟ ما في أي مشكلة، هنضرب يا باشمهندسين. يلا دي هنا ودي هنا، يبقى س ناقص 4 أس 1 ونص اللي هي 3 على 2، زائد 4 في س ناقص 4 أس نص. هنكامل، هنزود الأس 1 ونقسم على الجديد، يبقى س ناقص 4 أس 5 على الاثنين، زائد 4 في س ناقص 4 أس 3 على الاثنين، نقسم على الجديد بقى 3 مقام المقام بسط،
الاسم عن جديده هنا خمسة مقام المقام بسط زائد ثابت يحدثها. السؤال اللي بعده بيقول الدالة دي القيم القصوى ايه؟ قلت له يا أستاذ أنا كنت بجيب المشتقة الأولى اللي هي 3 س تربيع ناقص 6 أو 12 من س زائد 9، ناخدها نسويها بالصفر يبقى 3 من س تربيع ناقص 12 س زائد 9 بتساوي صفر، يبقى للقسم على التلاتة بتساوي صفر لما حللنا س ناقص 1 وس ناقص 3 ومنها الس بواحد ومنها السين بتلاتة مرفوضة. ليه؟ عشان خرجت بره الفترة. بقى معايا تلات أرقام الصفر والواحد والاتنين. كلام جميل، كلام كويس يا أستاذ، عوض بالصفر يلا في الدالة الأولى. قلت له يا أستاذ معوض بالصفر طلعت بسالب واحد، طب عوض بالواحد يلا. قلت له واحد ناقص ستة زائد تسعة ناقص واحد كده عشرة يا أستاذ، هننقص منهم سبعة تبقى تلاتة. عوض بالاتنين، قلت له 8 ناقص 24 زائد 18 ناقص 1. 8 زائد 18 القيمة هنا بتساوي 26 ناقص 25 بتساوي 1. يبقى دي كده كانت الصغرى ودي كده كانت العظمى. يبقى دي القيمة القصوى الصغرى ودي القيمة القصوى العظمى. يا رب تكون واضحة. مساحة المنطقة المحددة بالمنحنيين دول ايه؟ قلت له يا استاذ الموضوع بسيط، هي الصاد قيمتها بتساوي س والصاد قيمتها باربعة س ناقص س تربيع. انا معايا يا استاذ منحنى ومعايا مستقيم وانت عاوز مساحة المنطقة دي. طيب نساوي الصادات ببعض، يبقى س هتساوي اربعة س ناقص س تربيع. يلا يا باشمهندس. قلت له يبقى س تربيع ناقص 3 س بتساوي صفر لما عديت دول بإشارة مخالفة. خدت الس المشترك يتبقى س ناقص 3 ومنها الس بصفر ومنها الس بتلاتة، يبقوا اتقطعوا عند صفر أو تلاتة، ممكن يكون الشكل كده أو كده يا شباب تبع ما يكون. المهم يا باشمهندس إن أنا باخد رقم ما بينهم وبعوض هنا عشان أشوف مين الكبيرة. هاخد الواحد هنا واحد وهنا تلاتة، يبقى دي الكبيرة. يبقى الناتج تكامل من صفر للتلاتة، أربعة س ناقص س تربيع ناقص س، يعني تكامل من صفر للتلاتة تلاتة س ناقص س تربيع، اللي هي هتبقى تلاتة على الاتنين س تربيع ناقص س تكعيب على التلاتة، وهنعوض يا باشمهندس من كام لكام؟ من صفر للتلاتة يا أستاذ، بس هسيبها لك تكملها تعويض عادي خالص، وحدة مربعة. معادلة المماس للمنحنى ده، قلت له يا أستاذ أول حاجة بنجيبها الميل، مشتقة لولو إيه؟ الدالة تحت يا أستاذ فوق مشتقتها، مشتقة الجتا بسالب جا، سالب في سالب بموجب جذر 2 جا س. في مشاكل؟ لا يا أستاذ. قال لي حط السين بباي 4، تعال نعوض هنا الأول، باي 4 اللي هي بواحد على جذر 2 يبقى الصاد تطلع بتساوي صفر. لما حطيتنا 45 يبقى لوغاريتم ايه؟ واحد، هيطلع الإجابة بصفر. طيب تعال نعوض هنا بال 45، قلت له جذر 2 في 1 على جذر 2 بواحد، وهنا 2 ناقص جذر 2 في 1 على جذر 2 بواحد، الإجابة بواحد. يبقى الميل بيساوي ص ناقص الصادات اللي ادهاني ع س ناقص السينات اللي ادهاني، وسطين في طرفين، س ناقص باي على الأربعة بتساوي ص. هي دي يا أستاذ معادلة المماس. إذا كان علبة على شكل متوازي مستطيلات قاعدتها مربعة الشكل، قلت له يا أستاذ وليكن مثلا إن دي العلبة اللي على شكل متوازي مستطيلات، يعني إيه قاعدتها مربعة الشكل؟ يعني دي س دي س واللي ارتفاعها نسميه ص. بيقول ومجموع ارتفاعها ومحيط قاعدتها، القاعدة مربع يعني 4 س زائد ص، محيط القاعدة 4 سينات والارتفاع اللي هو ص، قيمتهم بتساوي 60. فإن أبعاد العلبة عندما يكون الحجم اللي هو طول في عرض في ارتفاع س في س في ص. طب ما أنا أقدر أجيب قيمة ص يا أستاذ ب 60 ناقص 4 س،
يبقى الحجم بيساوي س تربيع في 60 ناقص 4 س. أظن المسألة منهارة. الحجم بيساوي 60 س تربيع ناقص 4 من س تكعيب. ده الحجم ده س، ده قيمته بتساوي 120 س ناقص 3 في 4 ب 12 من س تربيع. هناخد المشتقة الأولى نساويها بالصفر، يبقى 120 يا أستاذ، أو خدنا 12 س مشترك، اتبقى 10 ناقص س، ومنها س بصفر ومنها س بتساوي 10. كده أنا قدرت أجيب له قيمة س بكام. طب ما أنا عايز كده قيمة ص يا أستاذ، أو أشوفها هي الأول قيمة كبيرة ولا صغيرة. هنجيب المشتقة التانية، ده الاتنين حجم ده س اتنين، ب 120 ناقص 24 من س. أنا جايب س ب10، الناتج بسالب، يبقى العشرة دي هتبقى قيمة عظمى. هات ص، يلا. قلت له الص ب60 ناقص 40، لأن الس ب10، يبقى الص تطلع بكام؟ ب20. لو كانت ص بتساوي ه أس س في جتا س، اثبت إن المشتقة الرابعة زائد 4 من ص يساوي صفر. قلت له المشتقة الأولى، الأولى في مشتقة التانية، زائد التانية في مشتقة الأولى. طب يا هندسة تعال نجيب المشتقة التانية. قلت له يا أستاذ الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى زائد الجتا دي عايزين نشتقها. قلت له ده نفس الأصل، هتطلع يا أستاذ بسالب ه أس س جا س زائد جتا س ه أس س. طب ما تجمع. قلت له يا أستاذ دول زي بعض بس مختلفي الإشارة، دي كده وديت كمان زيها بس بتعكسها في الإشارة، يبقوا هيروحوا مع بعض ولا ما ينفعش؟ هيروحوا يا أستاذ، يبقوا دول كده راحوا. يبقى المشتقة التانية طلعت بسالب 2 من ه أس س جا س. يلا نجيب المشتقة التالتة، الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. كويس كويس يا أستاذ، هات المشتقة الرابعة يلا. قلت له يا أستاذ المشتقة الرابعة بتقول الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. وهنا الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. لاحظ يا باشمهندس ان دول كده زي بعض ومختلفي الإشارة راحوا، اللي اتبقى لي سالب 4 من جتا س ه أس س. تعال للإثبات، المشتقة الرابعة طلعت بسالب 4 ه أس س جتا س زائد 4 من الأصل اللي انت مديهولي 4 من ه أس س جتا س، يبقى الإجابة طلعت بصفر، وهذا المطلوب إثباته. آخر سؤال كان في النموذج يا شباب، بيقول إذا كان ميل المماس المنحنى الدالة هو كذا. قلت له الميل يعني دال ص دال س قيمتها بجا تربيع ص جا س، عملنا فصل متغيرات، يبقى دال ص على جا تربيع ص بتساوي جا س دوت دال س. دي نطلعها من تحت لفوق، يبقى قتا تربيع ص دال ص بتساوي جا س دال س. نقدر نكمل عادي بقى يا أستاذ خالص، كامل يلا يا هندسة. تكامل القتا تربيع بإيه؟ ده دي كانت يا أستاذ بسالب زطا صاد بتساوي تكامل الجاب إيه؟ تكامل الجاب سالب جتا س زائد سالب، عوض بالنقطة صفر وباي 4. قلت له يبقى هنا سالب 1 جتا صفر قيمتها بواحد في سالب، سالب 1 زائد سالب، ومنها السالب طلع قيمته يا أستاذ بتساوي صفرا. بس خلاص انت كده جبت الثابت بصفر، يبقى معادلة المنحنى هي سالب زتا ص بتساوي سالب جتا س، السالب يروح مع السالب، يبقى زتا ص بتساوي جتا س، هي دي معادلة المنحنى. الباقي يا باشمهندسين كله مسودات. اتمنى يا هندسة ان اكون قدرت افيدك، واكتب لي برضو رأيك في التعليقات، قول لي يعني الامتحان حاسه سهل حاسه صعب، حسوا فيه مشاكل وللناس اعترضت عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.